السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المتتبعين الأوفياء لقناة مشاريع أكادير، صباحكم مبروك. اليوم الخميس 17 أوت 2023. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة، وكنتمنى أنكم كتكونوا دوزوا واحد العطلة اللي هي فيها واحد نوع من الاستراحة والنشاط، وكنتمنى لعائلتكم الصغيرة والكبيرة الصحة الجيدة والنجاح والتفوق في الحياة العملية والدراسية. كنبغي نذكركم أن الموسم الدراسي 2023-2024 راه على الأبواب، وإن شاء الله راه الدخول المدرسي غادي يكون في المواناف. كنتمنى أنكم تكونوا بالنسبة للآباء والأمهات تكونوا مبريبارين سور لو بلون على المستوى المادي سي لو بلون فينانسي، لان كما كتعرفوا راه اي واحد دابا في غالب الاحيان كيحاول يدي ولادو ولا بناتو للتعليم الخصوصي، وكنا كنعرفوا بان التعليم الخصوصي تعليم اللي هو مكلف وتعليم اللي كيكون فيه مصاريف الدخول المدرسي ديال لاسيرونس ديال واجبات التسجيل، ولكن هذا لا يمنع، وبما انني رجل تعليم هذا لا يمنع بان التعليم الخصوصي متفوق بسنوات ضوئيه على التعليم العمومي. رانا خدام 98 وعارف المشاكل ديال التعليم العمومي، هذا غير في اطار واحد النوع من التذكير، وان الذكرى تنفع المؤمنين. اسمحوا لي البارح ما قدرتش نسجل لكم الفيديو، كنت شويه مريض، واليوم ان شاء الله باقي شويه مريض، ولكن بما ان عندي واحد النوع من الجمهور، ولو الجمهور اللي ما كيتجاوز 3500 منخرط في القناه، ولكنني حاولت انني ندير لكم يا اما فيديو يا اما جوج حسب الظروف. غادي نحاول ندير واحد السلسله اللي كنعرف باهم احياء المدينه، وبما انني ساكن في حي ليزاميكال، الحي اللي تعدوا علينا العداله والتنميه وقال لك سيدي راه سميتو حي الصفاء، ولكننا نحن كساكنه حي ليزاميكال نرفض رفضا باتا انهم يسمونا حي الصفاء. حنا سميتنا ليزاميكال، حي الموظفين ليزاميكال، ومعروف بليزاميكال. ليزاميكال باللغه الفرنسيه كتعني الوداديات باللغه العربيه. المهم غادي نعرفكم بواحد الشارع اللي هو مهم، اللي هو شارع عمر بن الخطاب. هذا شارع عمر بن الخطاب، اللي تحت مني هو شارع الحاج الحبيب، فهمتوني؟ اذا تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر، وكما كنقولوا دائما نخرطوا في القناه، والى عجبتكم نخرطوا فيها، والى عجبتكم ولا عجبكم المحتوى ديروا ديك احب اللي هي جيم، وخليو لينا ان كومونتير ديالكم، وراه كنحاول نجاوب كاع لي كومونتير. سمحوا لي ما قدرتش نجاوب لكم كومونتير كاملهم لان راه كندير المجهود ديالي الكبير. اللي تبعوا معنا الخوت، شارع عمر بن الخطاب. شارع عمر بن الخطاب كاينين واحد جوج تقريبا شي اربعه الشوارع الرئيسيه اللي كاينين في زاميكا، غادي نحاول نصورهم لكم كاملهم، ديك الساعه ننتقلوا للشوارع الاخرين. هاد الشارع هذا كيعرف واحد الحركه اقتصاديه ما بيهاش، كاين الحوانت، كاين الجزاره، كاين لي سناك، ولكن ما محركش بزاف. واخا هكا الا تعدت ليه التهيئه ديالو راه غادي يقدر يعاود يتحرك. كاين هنا ارفالا راه قديم، كاين واحد لوطو ايكول ديال هشام. المهم اللي قديم هنا بزاف، اللي قديم هنا بزاف، كاين هاد القهوه، هاد القهوه. المهم هنا كاين محلات اللي هما قدام راه، وهنا كاينه جرده ديال المتقاعدين على يد اليسار اللي كانت سابقا، اللي كانت سابقا راه الدراري اللي زعما عارفين، اللي كانت سابقا تيران ديال ايتو الراحت. وفا اسيرونس راه جديده، القهوه ديال ياسمينة راه قديمه، غير هو القهوه ديال ياسمينة راه سميتو تعاد ليها التهيئه. غنحاولوا ندورو من هنا ونعاودوا نرجعوا لعمر بن الخطاب باش الدراري ديال لي زاميكال
يرجعوا شويه الذكريات. هنا زنقه 445، هنا راه واحد الحي اللي هنا واحد لومبلاسمون اللي هو كان راه تبارك الله كاين هنا الديور اللي تعاودوا راه تشوفوهم تبارك الله ماليهم زعما عاودوهم بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. علاش؟ لان الغالبيه ديال الديور هنا الغالبيه ديال الدور هنا القدام راه مبنيين في لي زاني 70 ولي زاني 80. هذا يعني بان راه البني القديم راه ضروري دار ليه هنا شويه الاصلاحات. نشوفوا معايا هنا الاحياء اللي كاينين، اكتشفوا معنا الاحياء. بالنسبه للتوقيت الخط هذه راه 9:27 دقيقه. ما يميز داك الشارع ديال عمر بن الخطاب هو انه الحمد لله راه ما فيهش النخل، هو راه لي زام كامل راه ما فيهاش النخل، الا داك الشارع دابا اللي عاودته العداله والتنميه راه داروا فيه النخل. فهمتوني؟ هنا ان بتي باركينغ كما كتشوفوا معايا هنا ديال السيارات، عندها كيجيو لي اصحاب الجيلي. ها هو النخل، هاد البلاصه هادي يلا جازو فيها انا النخل عينهم الله. المهم حنا راه هادشي اللي نقدروا نقولوا هنا راه السكنه هنا راه تبارك الله هنا راه الكالم توتال. هنا راه غير الناس اللي ساكنين اللي كيجيو لهنا كما كتشوفوا معايا هنا ديور هنا راه تبارك الله راه يا سلام الكالم توتال. وراه فاش كيشوفوا راه تسدات لهم لافي، راه نورمالمون هنا راه كانت عندهم لافي مطلوقه ولكن تسدوا بهاد العمارات ديال الجيش الملكي، ولكن ماشي مشكل. عاودوا نخرجوا من هنا الخوت ياك، عندنا هاد الزنقة فاش كنا 442، تنخرجوا تاني من هنا هنا راه غنبشر بعدا الساكنة ديال الحي لي زاميكا بأن راه يتسناو أن حي الموظفين راه داخل في البرنامج ديال البلدية المجلس الحضاري ديال 2022-2027 ديال إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز. سافيدو بأنه غالب الأحيان لي زاميكا غتستافد من إعادة التهيئة. كما كتشوفو معايا هنا راه هاد البلاصة هادي راه كطل على الطريق الحضاريه السريعه اللي هي لافوا اكسبريس اوربان. هنا بعدا راه الناس تبارك الله اللي عندهم الديور هنا راه عندهم لو كام توتال. وهذا الشيء باش كيتميز الحي ديال الموظفين، كيتميز انه حي ديال الناس الهادئين، الناس اللي ما بغاو لا صداع لا والو، والله يخلينا ديما في الامان. هذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، والله يعطينا الشتاء. وحتى واحد الميزه اللي كاينه هنا بالنسبه للديور ديال لي زاميكال هو ان بزاف ديال الديور عندهم جرادي، وكما كتعرفوا راه الجرادي راه متنفس حقيقي، وبطبيعة الحال راه مغاديش يديرو النخل، غادي يديرو واسميتو. حنا ميت ما كرهناش الشارع ديالنا انهم يديرو لنا شي اشجار بحال هادو دابا اللي كاينين اللي كتشوفونا. اذا هاد الجولة هادي جولة صباحية، وكنتمنى اذا هنا الاحياء كامله هم راك باقي. حنا دابا في شارع عمر بن الخطاب، بعدا عندي واحد لافارماسي اللي قديمه هي هادي صيدليه ملك، الناس راه كيعرفوها. من كنمشيو حتى لهنا هذا كله دابا راه شارع عمر بن الخطاب، كله هذا راه شارع عمر بن الخطاب. هنا كاين واحد لافاج، نحاول ندور لكم من هنا الخوت تكتشفوا معنا الزاميكا. لان كما كتشوفوا هنا راه الحاله ديال الطرق كلهم خصهم يتعاودوا، هنا كاع الطرق خصهم يتعاودوا كلهم. هنا راه الزناقي بالنوامر كما كتلاحظوا معايا، راه تبارك الله راه حي الموظفين حي هادي. وفيه الناس القدام قليل، هنا البراني قليل بزاف. هنا المشكل اللي كاين في لي زاميكال اللي خصني تعاد فيه النظر هو إعادة التهيئة بلوس الإنارة بلوس هاد المساحات الخضراء. شوفوا معايا هنا المساحات الخضراء راه واحد الوضعية كارثية، هاهوما غتشوفوهم معايا. شوفوا معايا المساحات الخضراء، شتوهم راه في واحد الوضعية اللي هي كارثية، راه مكاينش البلدية متهتمش بهم نهائيا. هادو خصهم يتريبو ويرجعو كيما كانوا.
من هذا الشيء اللي كاين الخوت. كنشكركم على المتابعه وكنشكركم على الدعم، ولا بغى الله سبحانه وتعالى راه غادي ندير لكم شي فيديو اخر. الى اللقاء.